السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي متابعين القناة. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا هذا الموضوع وهذا الفيديو حلقة جدا مهمة ومفيدة. هوايك استفسارات سألوني، قالوا إحنا نريد طريقة رفع الجهد على 1.5 فولت أو على 4 فولت أو على 5 فولت أو 12 فولت، ونزيدها، نزيد الفولتية مالتها مثل توصل للمئة للمئتين وعشرين بطريقة بسيطة وآمنة، بحيث أن هي ما تمثل الشخص اللي يستخدمها، ما راح تأثر عليه تأثر بالصعب. طبعا هنا عندنا المكونات، كل واحد عنده مكونات هواي موجودة مثل اللي تشوفونها قدامكم، وبعض اللي عنده مثل هاي الخرائط أو محل الملف هذا الفرايت اللي موجود هنا، أو هاي الملفات اللي قدامكم، هذا ملف فرايت، هذا راح نستغله ونشتغل برفع جهد، نرفع قيمة الجهد من 1.5 إلى 100 120 200، شقد أنت تريد ترفع الجهد بكيفك، ونعطيك الطريقة شلون ترفع الجهد، ونعطيك المقاومة والعيارات الصحيحة والقيم المضبوطة. فهذا الفرايت اللي قدامنا، هذا ملف فرايت، هاي مجموعة من ملفات الفرايت هواي، هذا الحجم ماله، أو إذا تريد تشتغل هذا حجم صغير أيضا يرفع الجهد هذا الملف، المهم هو فرايت. وإذا عندك بس قطعة مكسورة مالت فرايت تقدر تلف عليها ملف فوق ملف أيضا تشتغل نفس الحالة، المهم هو فرايت موصل جيد لنقل الجهد وقيمة التردد. هسه هنا اللي راح نسويه، عندنا هاي ملفات فرايت، نفتح واحد من عندهن، نفتح السلك اللي موجود هنا ونعري الفرايت بهذا الشكل هنا. طريقة اللف السلكشن اللي راح استخدمه بهذا الفيديو، طبعا هذا عندنا ملف، هذا الحجم ماله 25 صفر فارز 25، هذا 75 او 65 2، فانا اللي راح اشتغل بالسلك الرفيع هذا 25 صفر فارز 25. شنو السبب؟ حتى الملف ياخذ هواي، لان اذا استخدمت هذا الملف ما راح ياخذ الحجم المكان مال السيم هنا. حجم الملف اي ملف تريد تشتغله اشتغله، شنو اللي عجبك، اي شيء بتريد تلفه لفه، المهم هو ان تلف 15 دورة للملف الابتدائي اللي تدخل عليه الفولتية، وملف التخريج 45 دورة او 46 او 47 دورة، المهم هو السيكل عدد الدورات اللي على الفرايت، مو مهم حجم السلك اللي موجود هنا. فنبدي هسه نستخدم هذا السلك، هنا راح نلفه على الفرايت. بداية راح الف سلك 45 او 46 دورة هنا على هذا الفرايت. قبل لا ابدي العمل وطريقة اللف، انه الملف اللي راح نسوي هنا وزيادة الجهد ما تعتمد على الملف هذا، زيادة الجهد راح تعتمد على المقاومة اللي راح نضيفها، حجم المقاومة، يعني ممانعة المقاومة هي اللي راح، اذا خلينا 5 فولت ايش قد نسوي حجمها، واذا 12 فولت او اذا 1.5 فولت على البطارية الجافة العادية هاي. فكل الطرق راح نسوي، ونسبة الامان هي 100%، اذا رفعنا الحجم مال الفولت الى 100 او 120 او 200، يعني يلزم لكم اياها بدون ما تأثر او تسبب اي مشكلة او صعب. هسه بالبداية عندنا هذا السلك اللي موجود هنا، راح ابدي الف واحد من الاقطاب مالته على البروب هذا اللي موجود هنا، ابدي بالبدايه هنا الف، طبعا بعد ما قشطت الراس مال السلك حتى يوصل لنا بالكويل بالراس مال البروب بهذا الشكل. عدد الدورات اللي راح ابتدي بها هو 45 دوره. ملف التخريج هسه لفيت 45 دورة، بعد ما لفيت ال 45 راح اطلع راس، اخرج راس هنا اللي هو السنتر، يكون هذا نقطة الصفر المشتركة اللي يدخل الموجب الها بهذا المكان بهذا الشكل هنا، هذا هو المركز السنتر نقطة الصفر، واغلف الكويل الاول، اعزل عن الكويل الثاني، مو مهم ولكن هو الثبات التغليف هذا،
ابدي بنفس الاتجاه، بنفس الاتجاه اكمل 15 دوره بهذا الشكل. اقطع السلك واقشط الطلاء اللي عليه واوصله. هذا هو ال 15 دورة، الملف الابتدائي اللي راح تدخل له الكهرباء، هذا هو السنتر وهذا ملف ال 45، طبعا هذا الصفر. هاي هي إشارة أن هذا القطب هو ال 15. راح أستخدم مقاومة 350 أوم وأربط هاي المقاومة على جهة الكويل اللي هو 15 دورة هنا، يعني بهذا الاتجاه بهذا المكان. تربط بهاي الجهة. جهة الكويل ال 15 دورة اللي لفيناها. راح استخدم هذا المقبس اللي يحمل لنا الموسفيت او الترانزستور هنا قابل للتبديل. يعني مثلا اذا اريد اخلي هاي النوعية دي 882 او ال 13003 او 5 او 7 اللي بالمصابيح، او اذا اريد استخدم هذا النوع ايضا بتقويس الارجل مالته ايضا يدخل هنا بهذا المكان. اي شيء تريد تخليه هنا يصير. وطبعا كل الترانسسترات والموسفيتات تشغل هاي الدائره اغلبها، يعني انا اكثر اغلبها ما خليت شيء ما اشتغل، كلها تشتغل، كلها قابله لتشغيل هذه الدائره. فاللي راح اخليه راح اخلي قاعده مقبس قابل لتبديل الترانسسترات، واذا تريد تفحص به الموسفيت او الترانسستر ايضا هو جهاز فحص يعتبر. البوابه مالت الموسفيت هنا مالت الترانسستر تكون على المقاومه ال 350 اوم اللي خليناها هنا، هي اللي راح تفتح للموسفيت. طبعا واذا غيرنا الفولتيه اذا اريد نشغل على بطاريه 1.5 نخليها 105 اوم، هاي 350 اوم نخلي 150 ونشغل على بطاريه صغيره. بس اذا على بطاريه تليفون او بطاريه ليثيوم او على شاحنه مال موبايل راح نخلي 350 ونشغل على الليثيوم وعلى بطاريه الهاتف وعلى الشاحنه مالت الهاتف العاديه اللي هي بهذا الشكل ايضا شغل بيها. بعدها راح اربط هذا الدايود اللي هو 4007، اي دايود راح تستخدمه هو يوفي بالغرض عادي اي دايود، المهم هو ان يوصل لنا ينطينا ضخ الكترونات من الملف ال 45 للموجب الخارج اللي راح يروح للبروب للفحص، يعني بهذا الشكل راح اربطه هنا. طرف الدايود هذا راح نربط المكثف، هذا مكثف السيراميك، رقم هذا المكثف 4000 فولت 694 جي، يعني نص او ثلاث ارباع المايكرو فراد، واذا ربع ايضا عادي ما يخزن الفولت وما ياثر بايش. الخروج مال الضخ الالكترونات اللي يوديه الموسفيت او الترانسستر راح يروح على ملف ال 45 هنا يثير عنه. طرف المقاومه السيراميك هاي راح اربط عليها السالب، هذا السالب اللي يربط عليه الرئيسي ايضا مال دخول ال 5 فولت 5 او ال 1.5 او ال 4. هذا الموجب الداخل يصير على السنتر نقطة الصفر للكويل بهذا المكان. السالب راح يكون على المكثف السيراميك وعلى سالب الموسفيت او الترانزستور ايضا بهذا المكان المشترك. خروج الفولت الجهد العالي راح استخدم هذه المقابس هاي القراصات او استخدم البروب اللي يستخدم بالاوفوميتر بهذا الشكل حتى نفحص به الداتا، راح استخدم هاي
القراصات، السالب راح يكون ويا السالب المشترك هذا اللي هنا، مشترك ويا المكثف ويا الترانسستر والدخول وايضا الفاص، يعني اربع اسلاك هنا مشتركه بطرف المكثف هذا اللي هنا. الموجب راح يكون على الدايود هنا اللي خرج لنا الفولتيه من هذا المكان من ملف ال 45، لكن هذا الدايود انا ما راح اربط عليه دايركت، اذا ربطت الدايركت ما راح يصير عندي خفض اثناء فحص اللدات. هاي المقاومه الواحد كيلو لا تشوفونها بهذا الشكل مثل كل المقاومات، لكن هذا النوع الاصلي القديم دائما انا استخدمه لان تجي القياسات مالته والقيمه مضبوطه 100%. اللي راح اسوي راح اربطه على طرف الدايود هنا، اربط هذه المقاومه. وطرف الفاحص المخرج مال الفولت اللي نفحص به يكون على طرف المقاومة بهذا الاتجاه هنا بهذا المكان. طبعا فائدة هاي المقاومة الواحد كيلوم هي تمتص الضغط اللي يكون من اللدات او غيره، ما راح نوجه جهد عالي ونتلف الاجهزة اللي نفحصها، اللدات او الدايود الزنار او غيره او السماعات، فهاي المقاومة هي اللي راح تخفف لنا الضغط. هسه نفحص هاي الدائرة اللي سويناها ونشوف طريقة نجاحها ونسبة نجاحها اللي هي ناجحة أو مو ناجحة. الأوف ميتر هنا وأخليه على 200 دي سي، 200 فولت دي سي. ووصل السالب وهذا الموجب هنا حسب الأطراف اللي وصلناها بهذا المكان. المصدر الجهد هنا راح يكون عندنا هو الشاحنة مالت الموبايل العادية الخمسة فولت. الخمسة هنا عبرت كلها لان اكو مكثف يرجع انه مقاومة بدون ترانسستر او موسيت موجود. اللي راح استخدمها هسه راح استخدمها عندي ثلاث انواع. مية وثلاثة فولت انطاني هذا الترانسستر، مية وثلاثة فولت هنا موجودة. هذا نوع اخر من الترانسسترات راح اركبه ونشوف ايش قد ينطينا. مية وخمسين فولت. اذا امسك الاطراف ما بي راح تلاحظون انه انخفض، اي صاعق ما موجود بي، مجرد بس للفحص. بنرفع ايدي من الاطراف ترجع الفولتيه لطبيعته، يعني امين جدا امين. هاي الطريقه هذا الطريقه اللي سويناها هنا ما بها صعق او مشكله. عندنا هنا مسطره مال اللدات مال التلفزيون اذا اريد نفحصها، بها عدد اللدات 1 2 3 4 5 6 7 سبع لدات ونريد نفحصها نشوف ايش قد قوه اللد. 18.5 قوة اللد هي 18.5. هسه راح نركب مسطرتين مال اللدات 18 ب 18، كل واحدة 18 فولت. هسه ربطت مسطرتين 18 ب 18 36 فولت، وطلع هنا عندنا 36 فولت على الاوفوميتر. كل وحدة تصرف تستهلك 18 فولت. إذا أريد نشوفها ها تصرف 18 والثانية اللي بالأسفل أيضا 18. هذا مصباح لايت راح نشوف طريقة الفحص مالته وجيد ايش كم فولت يصرف. طبعا انا مخليه هنا بهذا الكفر الصغير. ثلاثة فولت 2.8 بالعشرة من الفولت ايضا فحصها بدون اي مشكلة. هذا هنا عندنا لد 2 فولت، نشوف هي فحصها لنا لو لا، ايضا فحص ممتاز وما بي اي مشكلة وقراءة طبيعية
وما يتلف لنا الليدات، يعني حتى اذا تشوفون الاناره مالته جدا محترمه. اذا اريد افحص الدايت زينر ايضا بنفس الطريقه اللي افحص بها الليدات. هذا 18 فولت، هذا الزينر، ونشوف نوع آخر، هذا 12 فولت. نفحص له غيره، أحداش فولت، هذا الزينار 11 فولت. وهذا الدايت زينار 5 فولت. هسه راح نشغله على الواحد ونص فولت. على واحد ونص فولت، هسه لان احنا مشغلين على الخمسة فولت، نشغل على الواحد ونص. من 350 الى 105 اوم. هاي البطارية واحد ونص فولت، راح نربطها. التغيير هنا راح يكون بهاي المقاومة. ال 350 راح نغيرها، خلي مكانها 100. هذا الجهد الخارج هو 61 فولت طبعا، وهذا قابل للقياس، نقدر نفحص به ونشتغل به بدون اي مشاكل. القراءة اللي انطاني هي 18 فولت على البطارية الواحد ونص. هنا الفرق اللي سويناه هنا هو بس غيرنا البطارية، من حولناها من 5 الى 1.5، حتى اذا تريد مثلا تخليها متنقلة لك، وغيرنا المقاومة هاي 100 أو 90 أو 80 أوم. من 350 اللي يشغل خمسة على 5 فولت كانت تشتغل إلى 100 أوم، فاشتغل عندنا هنا الجهد وصل للخمسة أو 60، ونقدر هذا نفحص به وكل شيء نقدر نسوي به، نفحص به للدات أو زينر أو أي شيء تريد تشتغل به اشتغل به. الطريقة جدا أمينة، ما بها أي مشكلة، صعق ماكو موجود، تقدر تستخدمها بأي شيء تستخدمها. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو. لا تنسون الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.